وكيف المشهد السياسي أصبح في ليبيا فيه هذا الاستقطاب الحاد والتخوين للآخر. ما رأي حضرتك في كيف تعاطى الشارع السياسي، الأحزاب والقيادات السياسية من المجلس الانتقالي والحكومة والمفتي أيضا للفيدرالية في طرحها الأول؟ أولا اعتراض سريع، الأمور السياسية ليست من أعمال ومهام المفتي، ولكنه تدخل يتدخل كثيرا في أمور الدنيا، وليس هناك دستور يحكم بيننا وليس هناك قوانين تحكم بيننا، وبالتالي أنا شخصيا أطلب منه أن يهتم بأمور ديننا حتى تكتمل صفة الدولة، وعندها يستطيع أن يدلو بدلوه في كثير من القضايا سواء كمواطن ليبي أو كمرجعية دينية في البلد. أيضا بنفس القدر أنا أختلف مع الأستاذ صلاح عندما يقول أن التجربة السياسية ضعيفة. نحن لدينا قوة سياسية عمرها من عمر النظام، حركة الإخوان المسلمين على سبيل المثال حركة نشطة وحركة منظمة وحركة ظلت تعمل وتنقض وتعارض وتهادن وتوالي وتحارب في مراحل كثيرة من تاريخها. الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا هي في صدارة النضال ضد القذافي، وأحد الفصائل الجذرية اللي عارضت القذافي حتى النهاية رغم أن يختلف معها. أيضا هناك امتدادات عندما نتحدث عن ليبراليين أو علمانيين أو يساريين فهم نتائج حركات أخرى كانت موجودة على الساحة بشكل أو بآخر. لدينا مئات بل ألاف المساجين السياسيين الذين دخلوا السجون بسبب نشاطهم السياسي أو نشاطهم الحركي أو نشاطهم حتى القتالي في بعض الأحيان، وبالتالي التجربة الليبية ليست كما يصورها البعض تجربة ساذجة وفي بداياتها وما شابه ذلك. وبالتالي كنا نتوقع من هذه الهزبرات هذه الأسود أن تتصدى لقضايا الشأن العام. نعطيك مثال، أليس هناك أمس اعتداء على مفوضية الانتخابات؟ من تكلم؟ أطراف سياسية داخلة على انتخابات لم تتكلم على ما حدث أمس، ولماذا؟ شنو السبب؟ السبب الخوف على الصوت الانتخابي. هناك رغبة جامحة في الوصول إلى المؤتمر الدستوري، أوكي، وعندها ربما لكل حادث حديث، عند من يريد عينه على البرلمان وواحد ومن عينه على الرئاسة، وبالتالي هناك عملية انتهازية سياسية كبيرة جدا نتكلم عليها بصراحة تجري، وهذا خطأ. احنا نعتقد ان التجربة السياسية يجب ان تعمق، وهي لن تعمق الا عندما يأخذ الصراع السياسي اشكاله في 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 اللقاءات التلفزيونية، في 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 الحوارات، في المناظرات. نريد ان نسمع رأي هذه القوى السياسية. حدثت احداث جسام، احنا قلنا رئيس الحكومة ليتحدث، فقلنا بلكي جينا من عالم الصم، اوكي، ولكن اطراف سياسيه تنتقد الحكومه لا تتحدث حتى هي الاخرى. نعم. ايضا اليوم جلست مع عضو في المجلس الوطني الانتقالي، اخبرني ان هناك قرارات من المجلس الاقتصادي الانتقالي، وهذا العضو لا اخفي اسمه، اقول لانه هو قلت له في اول مناسبه تلفزيونيه ساذكر هذه الاشياء، قال لي تفضل اذكر. هذا العضو الاخ خالد السايح قال هناك قانون رقم 20، هذا القانون ينص على نقل وزارات ومؤسسات إلى بنغازي. منذ أن أصدرت المجلس الوطني الانتقالي إن بنغازي تكون العاصمة الاقتصادية، وأن صدرت قرار تنفيذية بنقل بعض الأماكن، وأن الكيب يعرقل هذه الأشياء، الكيب لم يقم بشيء، وأنهم خاطبوه وتكلموا. طيب هل معقولة هذا الجدل الدائر داخل المجلس بين الحكومة وبين المجلس لا يخرج إلى الرأي العام؟ ونعلم نحن ما الذي يدور بالفعل. وبالتالي إذا أردنا أن ننشئ تجربة سياسية يجب أن يكون هذا الحراك السياسي أن يبدأ من الآن. يعني أنا لا أتصور أن تأتي سبع أحزاب في مناظرة على ليبيا الأحرار ثم يقروا جميعا تقريبا بأن الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع، أوكي. طب إذا هذه الأحزاب متفقة على رفض الفيدرالية، يعني
أن هي ليس لديها مشروع لنظام الحكم المحلي وليس لديها مشروع للتنوع أو التعدد أو أوكي، متفقة على قضيتين رئيسيتين في 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 الدستور القادم، وهي قضية الشريعة هل هي مصدر رئيسي أو مصدر رئيسي أو المصدر الوحيد أو مصدر، كل هذه القضايا قضايا جدلية حولها. وقضايا الحكم المحلي أيضا قضايا، إذا كان هذه الكيانات الضخمة السبع متفقة علاش دخلين على انتخابات؟ يفضوها لنا بالتوافق وتنتهي القصة. لماذا دخلين في نقاشات وحوار؟ وبالتالي أعتقد أن هذه الكيانات يجب أن تثبت نفسها في الشارع وأن تسمع صوتها للناس، لا تسمع صوتها لنا، كل مطويات، آلاف المطويات. نعم. ولا أحد. ولذلك سنعود نناقش هذا الموضوع. الكثير من الشباب من قابلناهم في بنغازي مقاطع للانتخابات ولا غير مؤمن بالأحزاب لأنه لا يشعر أن هي تخاطبه في القضايا الشأن العام. سنضطر للخروج إلى فاصل ونعود. وقفنا عند نقطة تعاطي الأحزاب السياسية لقضايا الشأن العام، ومنها موضوع حلقة اليوم التهميش والفيدرالية وهياكل النظم السياسية الإدارية. ما تقييم حضرتك لتعاطي هذه الأحزاب اليوم؟ هو التعاطي طبعا دون المستوى المطلوب بكثير أو دون المستوى الذي ينبغي بكثير، هذا بكل تأكيد، ولكن أرى جانبان لهذا الأمر. هناك أحزاب قادرة على هذا الأمر ولها سياسات قديمة وراسخة في قضية توقيت الاستحقاقات أو التعامل مع الاستحقاقات بكيفية محددة حسب مقتضى الحال، وهذا أمر ليس جديدا. هناك أحزاب جديدة ابتدأت من شهرين من ثلاثة أشهر، والأحزاب كوادر وأطر ودربة على العمل السياسي، وهذا الأمر لازال في بداياته، لازالت الأحزاب وليدة حتى لم تكن رضع ولا تحبو، وبالتالي صحيح هذا خلل موجود، ولكن لا أتوقع أن يتم تلافيه حتى في خلال السنة أو السنتين القادمات، لأن كما قلت نحن لسنا تونس ولسنا مصر، الحياة الحزبية جديدة، لا حزبية بعد اليوم تحزب خان إقفال، حتى ما تفضل به الأستاذ محمود حول الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا وقوى المعارضة التي كانت في الخارج، كانت فعلا قوى معارضة، ولكن الجانب السياسي العملي لم يكن متوافر، خصوصا في السنوات العشرين الأخيرة أو الخمسة وعشرين الأخيرة التي دوت فيها حركة المعارضة ودبلت وأصبحت وهيدة، ليست حاضرة حضور يومي أو لحظي أو حتى أسبوعي في حياة. لكن ما ليبي المواطن الليبي أهم شيء، كلمة الأساسية اللي يفهمها في السياسة حيقول التهميش، فهو يبي من الأحزاب اللي حتمثله في المؤتمر الوطني من يمثل قضايا تنموية. هل الأحزاب اليوم اللي هي حتمثلنا بثمانين مقعد قادرة على أن هي تنقل هذا الهم؟ بكل تأكيد، يعني إذا قلت الكلمة على إطلاقها من الآن أنها قادرة، هذا أمر يحتاج يعني ليس موضوعي، ولكن هناك توجه عند بعض الأحزاب وأعرفه جيدا على أساس أن العمل سيكون في مستقبل ليبيا عمل تنموي على مستوى التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية العامة والتنمية المكانية والتنمية المستدامة. إذا لم تكن هذه هي الأساس في العمل السياسي المستقبلي، ففي تقديري أنه لن يكون عمل سياسي في ليبيا. ماذا تريد الأحزاب؟ ستطرح إيديولوجيات، ستطرح فكر سياسي جديد، ذهب عهد الإيديولوجيات. الآن السياسة خدمة المواطن، تنمية المواطن، تحقيق الرخاء للمواطن، هذا هو المطلوب. نحن في حاجة إلى إعادة بناء بنية تحتية متكاملة لكل مرافق الحياة في ليبيا. نعم. الصحة، التعليم، هذا ما يتمناه بالذات الشباب، ولذلك حنذهب إلى تقرير من بنغازي ومن مدينة سبها. كانت الرؤية لشباب ناشط أنه سيقاطع الانتخابات بسبب ما اعتقدوا أنه هو سوء لتوزيع الدوائر الانتخابية، ومن ثم لعدم تمثيلهم وتمثيل همهم في المؤتمر الوطني العام،
وصورة أخرى من سبها والتي فيها مشهد دامي اليوم، ولكنهم متفائلين بهذه الانتخابات المؤتمر الوطني العام.